اهلا وسهلا. اليوم غادي نشارك معكم واحد الطاجين ساهل ماهر. انا هذا الاسبوع تقادت لي الخضره وبقى عندي واحد جوج قبطات ديال شي حاجه تنقولوا لها حنا في السوس القنورب، وكيقولوا لها هنا في امريكا الكال. عندي جوج قبطات، فانا درت واحد الطاجين هكا بهاد المسائل بهاد القنورب. هذا كنظن كيقولوا لي العربيه القرنب، هو بحال داك بحال الشو، داك شي شوفلور شوفلور لا ميم فامي، غير هو ورقهم حلولين وخضرين. المهم جوج قبطات ديال سو كانوا عندي جوج قبطات ديال هاد الكال، والبصله كانت عندي بصله حمراء، كنبغي البصله الحمراء انا في هاد الشيء اللي مالح وحامض، وكان وثومه كامله هكا، بصله ديال الثومه وحامضه. فهاد الكال هذا كتقبطوه كتقطعوه القنورب، كيقولوا لي بالسوسيه سواسا غيعرفوه، سوس كيديروا به كسكسو هذا، ولكن هو المنافع ديالو زوينه وفيه بزاف لي فيتامين وفيه لي مينيرو ومزيان بزاف للصحه وفيه لي فيبر سو اي تري بيان. هنا في زيتازوني الامريكان تياكلوه بزاف، اللي كي حافظوا على صحتهم، غالبا واحد الفئه في المجتمع لاباس عليها وداك الشيء كياكلوا بحال هاد المسائل. المهم ما عليناش، فكتغسلوه مزيان وكتشدوه كتقطعوه. هذه اللي كتبان لكم دابا واحد القبطه ديال الربيع، نورمالمون هو ما كيحتاجش الربيع، انا غير كانت عندي هي هاد القبطه ديال الربيع، وإلا خليتها غتخسر دونك غير قرطها نزيدها معاه. فا أوصلة كيما قلت لكم سو حامضة، فكتقلطو هاد الشي كلو تتغسلوه مزيان تتقرضوه وكديروه في شي صلادي، الصلادي يكون كبير. من بعد ما تقرضوه كاين كتزيدوه التوابل، وكتزيدو ثلاثة د الأشياء الأخرى اللي أنا درت ليهم بحال درت بشي حوايج كيشبهو ليهم، هو عن السمن والهريسة ولا موطارد. أنا عندي لا موطارد دو ديجون، لا موطارد دو، وعندي ما عنديش الهريسة تقادت ليا، والسمن ما عنديش، ولكن المهم أنا حيت ما عنديش السمن درت هاد البويون. هاد البويون هذا اللي دابا وريت، هذا بحال داك سميتهم الكاريات ديال هادي، عاود لي كنوري هنايا، هذا حار مصايب بالفلفله الحمراء والليمونيه، ولكن زعما في بلاصه الهريسه درتو. وهذاك لو بويون اللي درت داير بحال داك الكاروات تاع الضامه، ولكن في عوض ما يكون كارو قاصح هذا داير بحال ينصوص، حنا كيتباع عندنا، وهذا من السم بالدجاج، ولكن كون كان عندي السمن ما غنديرش هذا، حيت انا اصلا ما كنديرش دوك الضامات ديال البنه ولا موطارد. فالمهم كديروا هذا الشيء في شي جبانيه وكتزيدوا عليه التوابل. فطبعا الكمون خاصو يكون زعما كيجي زوين على هاد القنورب، البزار، السكنجبير، الخرقوم البلدي، شويه التحميره. فكتزيدوا فوق فهاديك الجبانيه فوق داك ثلاثه كتزيدوا فوق المهم فهاديك الجبانيه، ومن بعد كتزيدوا واحد الكويس ديال الماء كتخلطوا مزيان الجبانيه بعدا او كاسكم ديال الماء، ومنين تتخلطوه مزيان كتزيدوه فوق داك لو سالادي فوق داك القنورب وداك البصله والثومه وداك الشيء اللي درتو، وتتخلطوا مزيان بيديكم. الحامضه بالنسبه للحامض كتقطعوا الحامضه نص كتكردوه كديروه مع هاد في السالادي مع هاد المكونات، نص الاخر كديكوريو به كتقطعوه دي غونديل دواور هكا وكتحطوه الفوق في الطاجين الفوق هكا كيجي زوين ديكوري. فهانتوما كيما شفتو كنخلط هادي حيت هاديك البويون اللي عندي اللي هو بحال الضامه ديال البنه داير بحال شي صوص ثقيله، فاضطريت نحرك بزاف. فالمهم كتحركوا ديك في داكشي كله في الجبانيه مع التوابل ومع الماء
وكتزيدوه فوق هذاك في الصلادي هو هناك فوق هذا الخضر اللي قطعنا وتتحركوا مزيان. انا سميتها ما كفتنيش حركت نحرك بيديا حيت شي خطرات المعلقه ما كديرنيش ما كتكفينيش هنا ما مع حيت هذا القنور بهذا اللي هو الكار داير خصو يتخلط. بغيت انا نخلط اش كيقولوا له مع التوابل وداكشي قبل ما نديروه في الطاجين. المهم فاش كتساليو كتخلطوه مزيان بيديكم كتخوي كلشي في الطاجين. بعدا قبل ما تخوي قبل ما ننسى كتزيدوه شويه زيت العود من الفوق كتزيدو زيت العود. واخا انا زيت العود ماشي كنطيب فيه حيت ما صبغيش الحراره كبيره ولكن هنا ممكن ديروها لان هذا الطاجين غيطيب على عافيه مهيله بزاف. فها نتوما غنخلط كاع المكونات وغادي نزيد غادي نرشرش زيت العود من الفوق وغادي نخوي كلشي في الطاجين وغنديرو فوق عافيه مهيله وغنخليه يطيب. ديرلو داك الديكور الى عندكم مطيشه وعندكم الزيتون زيدوا فيه كيجي فيه مزيان. انا ما عندي ما بقات لي لا مطيشه لا زيتون فما ما درتهمش فيه درت غير بهذا الشيء اللي عندي وكندير الحامض انا كنموت في الحامض. المهم نتوما الحامض ديروا على حسب الذوق ديالكم ودير كلشي في الطاجين وتيطيب قل من ساعه نص ساعه كاع ولا هكاك على حسب عاوتاني على حسب الفوغ اللي عندك على حسب داك هذا الغاز اللي عندكم ولا شنو باش كطيبوا. كاينين ريوس مجهدين وكاينين رش غير شويه فتقريبا نص ساعه 40 دقيقه ما كاملاش كيكون طاب. هكا تندير تنضيف الزيت العود يا وغادي نخوي في الطاجين. وهذا جربوه ردوا عليا هو زوين صحي وزوين لذيذ كيجي زوين. كون عندكم شي خبز تاع الدار صيبتوه تاكلوا زعما ديروه بهذا لو بيتي طاجين رابيد لي طرو بون زوين جا زوين وصحي وسريع وسهل. المهم هادشي اللي كاين وشهيه ممتعه وجربوه ردوا عليا. الا كان زعما هذا يجي غير ما عنديش الزيتون انا هنايا لان كما قلت لكم الاسبوع تخدت لي الخضره ف يا كيتخوى هكا. وخا يكون هكا كيبان لكم عامر حيت هو ملي كيطيب كيطيح فمشي ماشي اشكال وتقدروا عاوتاني تستعملوه كومين سالاد كيجي زوين. فوالا شهية ممتعة وتهلاو الى الفرصة القادمة. فوالا.